السلام الله عليكم، مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخص دروس الفصل الثالث من مادة اللغة الإنجليزية، وسأترك لكم هذا الملخص على شكل PDF في صندوق الوصل للطباعة. لنبدأ على بركة الله بالتلخيص. نبدأ من الوحدة الرابعة Sequence 4 My Playtime، إذن وقت لعبي. هذه الوحدة كاين اللي درسوها في الفصل الثاني، يمكن يدرسوها في الفصل الثالث. احنا راح نبدأ من هذه الوحدة إلى غاية الوحدة الأخيرة. إذا واش تعلمنا في هذه الوحدة؟ the toy، لعبة هي the toy. عندنا doll دمية، ball كرة، bike دراجة، kite طائرة ورقية، train قطار، كار سيارة، روبوت رجل آلي، كمبيوتر الحاسوب. تعلمنا طريقة السؤال عن اللعبة المفضلة. لما نطرح السؤال نقول What's your favorite toy؟ وما هي لعبتك المفضلة؟ What's your favorite toy؟ لما أجيب نقول It's a car مثلا، هي أو لعبتي هي، هنا نجيب نقول It's a car، هي السيارة، أو it's a kite هي الطائرة الورقية. لما نسأل عن اللون المفضل what's your favorite color، ما هو لونك المفضل؟ it's red هو الأحمر، إلى هنا أفضل اللون الأحمر، نقول it's red. it's green هو الأخضر. تسمية ألوان الألعاب، كيف نسمي لون اللعبة أو نوصف هذه اللعبة؟ this is a black car، this is a black car، هذه سيارة سوداء. this is a white ball، هذه كرة بيضاء. كذلك تعلمنا الأحرف، كتابة الأحرف my handwriting. تعلمنا الأحرف C A D E and J، the small letters and capital letters، هنا تعلموا الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة، هنا تكتبوهم كما كتبناهم في اللغة الفرنسية بنفس الطريقة. الآن ننتقل إلى الوحدة الخامسة Sequence 5 My Pets، حيواناتي الأليفة. My Pets هما حيواناتي الأليفة. إذا تعرفنا على بعض الحيوانات الأليفة في هذا المقطع، الدوغ هو الكلب، الكات القط، كاناري الكناري، تشيك هو الصوص، جولد فيتش هو السمكة الذهبية، الرابت هو الأرنب، اللامب هو الخروف. كذلك تعرفنا على بعض الحيوانات، هذه الحيوانات غير أليفة، مثل فوكس الثعلب، فروغ الضفدع، وسنيك هو الأفعى. تعرفنا على بعض أعضاء الحيوانات، مثل الذيل هو تيل، المنقار هو بيل، فين هو الزعنفة، وفيذر هو الريشة. الصفات اللي تعلمناهم في هذه الوحدة هو سمول الصغير، بيج كبير، شورت صغير، لونج طويل. هنا كيفاش نوصفوا بعض الحيوانات. A cat has got a long tail. القط عنده ذيل طويل. Long tail هو الذيل الطويل. A rabbit has got a short tail. الأرنب تملك، هنا has got هي تملك أو يملك. A short tail ذيل قصير. A canary has got a feathers. الكناري يملك الريش. Feathers هو الريش. A goldfish is small، السمكة الذهبية صغيرة. هنا كذلك تعرفنا السؤال عن الحيوان الأليف. لما نسأل صديقي do you have a pet، هل عندك حيوان، هل تملك حيوان أليف، do you have a pet، لما تكون إجابة بنعم yes I have، نعم أملك. إذا كانت إجابة بلا no I haven't، لا ليس عندي، لا أملك. what is it، ما هو؟ My pet is a cat، حيواني هو القط. What color is it، ما لونه؟ It is white، إنه أبيض. إذن هذو تحاولوا أنكم تحفظوهم. وفي آخر الوحدة تعرفنا على كتابة الأحرف O Q F S، the small letters and the capital letters. Sequence 6 My fancy birthday، عيد ميلادي الرائع. birthday هو عيد الميلاد، fancy الرائع. إذا تعرفنا في هذه الوحدة على بعض الكلمات. birthday هو عيد الميلاد، cake الكحكة، sweet الحلوى، juice هو العصير، plate هو الصحن، glass هو الكأس، knife هو السكين.
سبون ملعقة، كاندل شمعة، فورك شوكة. تعرفنا على الصفات، الساد هو الحزين وهابي هو السعيد. تعرفنا كذلك على أجزاء الوجه، face parts، face parts، face هو الوجه، eye هو العين، ear هو الأذن، nose هو الأنف، lip شفة، mouth فم، cheek هو الخد. هنا إذا قلنا العين eye، عينين eyes، ear أذن، ears هو أذنين، nose عندنا أنف واحد، lip شفة، lip شفتين lips، mouth and cheek cheeks خدين. هنا كذلك تعرفوا كيفاش تقدموا أنفسكم. Hello, I'm Amin. مرحبا أنا أمين. I'm 8. عندي 8 سنوات. I've or I have. عندي أملك هي I've أو I have. هذا مختصر I've، هذه مختصر I have. أملك. Got a small face. وجه صغير. Big black eyes. عينين كبيرتين. عينين كبيرتين سوداوتين. A small mouth فم صغير and a small nose وأنف صغير. هنا تعرفوا إذا نوظفوا هذه الكلمات في هذه الفقرة. كذلك وش تعلمنا في هذه الوحدة؟ عندنا indefinite articles، عندنا ال a and an، a and an هذو لي زارتيكل indefinite اللي قريناهم في الفرنسية، الأدوات النكرة اللي جو قبل الأسماء. الأدوات النكرة هنا كما تعلمناهم في الفرنسي، الان والان هما في الفرنس في الانجليش وقتاش نكتبوا الا وقتاش نكتبوا الان. الان when the next word starts with a consonant sound، هنا لما الاسم يبدا ب consonant، يبدا بحرف ثابت، مثلا a face، a tree. هنا لاحظوا الحرف الاول هنايا consonant، واذا كان الحرف الثاني vowel، vowel نستعملوا ان. مثلا لي فويل او لي فاول هما الاي اي اليو او الاي، وكذلك نزيدوها الاتش. هذو لما يبداو بهم الكلمه راح نديروا ان، ان ابل، ان اي. حرف تعلمنا كتابه الاحرف، عندنا في دبليو اكس واي اند زي، ذا سمول اند ذا كابيتال ليترز. اذا بهذا نكونوا كملنا مع بعض هذا كامل الكتاب الإنجليزي. إن شاء الله نتلاقاو مع نماذج الاختبار فصل الثالث. نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.